أبو محمد، واضح من كلام أنشيلوتي أنه يحسب حساب للأهلي. وهذا ما يميز المدربين الواثقين من أنفسهم ويظلوا متابعين لكرة القدم. كرة القدم اليوم ذابت الفوارق الكبيرة اللي كانت تجعل من كل مدرب يظهر وهو منتشي، يظهر ومغرور يظهر، لكن اليوم لا، لغة المدربين اختلفت باختلاف لغة كرة القدم نفسها ومنافساتها على أرض الميدان. ما يميز هذه البطولة يا أبو كرم أنه ذهب من عندنا دياز إلى المغرب وتحت اسمه أكثر من خط، وربما يستقبلوه أيضا بتجديد عقده في الرياض. فأعتقد أن هذه البطولة ربما بطولة تصالح بين المدربين وأنديتها. عن دياز ولا عن لا دياز حكينا عنه، بنحكي على أنشيلوتي وكولر. كل المدربين كبار صراحة، لكن يعني تميز أنشيلوتي بس الضغط اللي كان يعني صار على أنشيلوتي في الحياة وفي الفرق اللي درب أكثر من الضغط. أكثر يعني ما أقول لك أنا الميز يعني مثل أنشيلوتي عن مدرب الأهلي، إن أنشيلوتي دائما يدرب الفرق التوب، كل يعني تجربة مع فرقة توب من يوفنتوس لين ريال مدريد، بايرن ميونخ، أعتقد باريس سان جيرمان كان مدربه، فدائما يروح للفرقة التوب يعني.